السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى مع دروس بسيطة وسهلة وسريعة وشروحات مفيدة، المرة مع طرق تسجيل سطح المكتب من فيديو وصوت واستعمال فقط باوربوينت، برنامج الأوفيس خاص بالأوفيس باوربوينت. هذا البرنامج المستعمل للعروض وتقديمية وغيرها، فسنتطرق لفكرة استعماله لتسجيل سطح المكتب. قبل ذلك سنتكلم على البرامج التي تقوم بنفس الدور، وأشهرها مثل كامتازيا الذي أستعمله الآن، كما توجد كذلك برامج أخرى مثل آيس كريم سكرين ريكورد، وكذلك أوزاد فيد، كذلك ويب إناريا، وتايني تيك، أكتيف بريزنت، وكذلك يمكنك تحميل أو تصوير المكتب عن طريق VLC. سأتطرق لتلك الطريقة بالذهاب إلى هنا، تختار Open Network أو إليهم، ثم الذهاب إلى Capture Device، تجد في هذا الخيار Desktop، هنا مثلا Framework تختار 25، Another Option، وتقوم بالضغط على بلاي. الآن يتم تصوير سطح المكتب، ثم في الأسفل داخل البرنامج VLC تقوم بالضغط على هذه الخانة الحمراء للتسجيل، بدأ بالتسجيل وتقوم بإنزالها. الآن يتم تسجيل سطح المكتب، عند الانتهاء ما عليك إلا إغلاق الشاشة. وللوصول إلى الفيديو الذي تم تسجيله، تقوم بالذهاب هنا إلى Document والبحث عن ملف فيديو، ثم تجده مباشرة داخل الفيديو. هذا هو الملف في صيغة AVI، قلت هنا تجد ذلك الفيديو مباشرة، هذا هو ما تم تسجيله. هذا بالنسبة لي VLC. الآن نمر إلى PowerPoint. في الواجهة الخاصة بهذا البرنامج تقوم بالذهاب إلى Insert، ثم تجد هذه الخاصية في الأعلى في اليمين Screen Recording، تقوم بالضغط عليها فتظهر لك هذه النافذة من خيارات. إن أردت تسجيل بالصوت تقوم بتفعيل هذا الخيار، وهنا تختار المكان أو المساحة التي تريد تصويرها أو تسجيل عليها، مثلا سطح المكتب ككل هكذا، ثم تقوم بالضغط على ريكورد. بعد 3 ثواني يبدأ التسجيل. الآن يقوم بعملية تسجيل. لتوقيف التسجيل ما عليك إلا الضغط في الكيبورد على ويندوز شيفت R، فتظهر لك تلك النافذة مرة أخرى، تقوم بتوقيف التسجيل. الآن ذلك الفيديو يظهر مباشرة كصفحة بروجكت أو صفحة مشروع، ويمكنك البدء في وضع تأثيرات فوق هذا الفيديو وإدخال النصوص والصور والتعابير والخلفيات كما تريد. إن أردت حفظ هذا الفيديو، ضغط كليك يمين تجد خيار Save Media As، فتختار المكان، مثلا اختار المكتب هنا، ثم Save. نقوم بالذهاب إلى المكتب، نجد ذلك الفيديو بصيغة MP4. هذا هو الفيديو، وكما تشاهد تم تسجيل بعض اللقطات. فيمكنك التسجيل بصيغة أفضل إن كان لديك جهاز كمبيوتر أفضل من هذا الجهاز، فربما ضعيف نسبيا. كما شاهدتم، هذه هي طريقة تسجيل سطح المكتب عن طريق برنامج PowerPoint الخاص بمايكروسوفت بنسخة 2013. إذن كان هذا شرح اليوم. في الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. ف
فأتمنى أن يفيد الكثيرين هذا الشرح. إلى الشرح القادم بإذن الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، وسلام.